السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا النهاردة رحيم صحة وهيعمل معايا فيديو بتاع النهاردة. طبيب النادي الأهلي بيؤكد جاهزية محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي لمباراة القمة يوم الأحد، وفي انتظار الإعلان الرسمي بكرة بعد مسح بكرة لحارس مرمى النادي الأهلي. طبعا كلنا عارفين القيمة الكبيرة للشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، وكمان عندنا ثقة كاملة في علي لطفي وكل الحراس الموجودين في النادي الأهلي إنهم قد أي مباراة إن شاء الله، وعندنا ثقة كاملة في كل لاعبتنا إن شاء الله. الدوري الأوروبي إمبارح كان فيه المباريات بتاعة ربع النهائي، تمكن الأرسنال ومانشستر يونايتد من إنجلترا للوصول لنص النهائي، وفيا ريال وروما كمان باقي أضلاع نص النهائي للمواجهات بعد ما الأرسنال كسب 4 ومانشستر كمان كسب 2-0 وفيا ريال فاز 2-1 وروما تعادل مع اياكس 1-1. المواجهات في نص النهائي هتكون مانشستر يونايتد وروما في مواجهة قوية جدا، وتكرار المواجهات الإيطالية الإنجليزية. لسه مانشستر يونايتد مطلع اي سي ميلان من جولة واحدة او من جولتين، وكمان في ديربي كده خاص بين ارسنال وفيا ريال بسبب مدرب فيا ريال يوناي امري اللي كان مدرب نادي الارسنال السابق. وصعود مانشستر يونايتد وارسنال للادوار او دور ربع النهائي او نص النهائي والمربع الذهبي للدوري او كاس الاتحاد الاوروبي بياكد لنا قوه الدوري الانجليزي وقوه الفرق الانجليزيه الموجوده حاليا، لسبب واحد، لان انت طبعا بتتكلم نص نهائي دوري ابطال، تشيلسي موجود، مانشستر سيتي موجود، نص نهائي كاس الاتحاد، ارسنال ومانشستر يونايتد، لسه ليفربول مودع البطوله للجوله اللي فاتت او في ربع النهائي. يعني الكره الانجليزيه بقى لها 5 6 سنين بتقدم لنا فرق قويه جدا، اخرها لما كان نهائي دوري الابطال ليفربول وبين توتنهام، وكمان كان كاس الاتحاد الاوروبي كان ما بين ارسنال وتشيلسي، والسوبر الاوروبي من سنتين كان ما بين ليفربول وتشيلسي. يعني الكره الانجليزيه ماشيه بشكل كويس، و خريطة الطريق اللي عملوها من فترة لما اهتموا بقاعدة الناشئين والشباب وبنوا وقووا منتخبهم وفرقهم وبقى عندهم عناصر محترفة، وبنشوف الناس المحترفة من انجلترا دلوقتي موجودة في ألمانيا وموجودة في اسبانيا وموجودة في كل الدوريات. انجلترا ماشية بشكل كويس جدا وعارفة هي بتعمل ايه في طريقها لتحقيق البطولات، ووجودها على الساحة الأوروبية من أرسنال بقى لمانشستر يونايتد لليفربول لتشيلسي لتوتنهام، كل دي فرق ساهمت في ال5 سنين اللي فاتوا او في ال3 4 سنين اللي فاتوا بظهور الدوري الانجليزي وممثلينه في دوري الابطال وكاس الاتحاد الاوروبي بشكل قوي جدا في كل البطولات. رحم نام. طبعا النادي الاهلي والزمالك عندهم مباراه قويه يوم الاحد. مباراه امبارح زي ما قلت ارسنال بيكسب سلافيا براغ 4-0، مانشستر يونايتد بيكسب غرناطة 2-0، المصري في كاس مصر بيكسب طلائع الجيش 3-1، وادي دجله بيطلع الاتحاد في مفاجاه قويه جدا من الكاس وفي 1-0، زي ما قلنا روما واياكس 1-1، وفيا ريال ودينامو زغرب 2-1. بكره بقى اهم المباريات بتاعت بكره او بتاعت النهارده، الجونه وانفي في الدوري المصري، ايفرتون وتوتنهام في الدوري الانجليزي، مباراه مهمه جدا لليفربول، الفرقتين دول وراه مباشره في ترتيب الدوري الانجليزي يعني بينافسوا على المركز الرابع في الدوري الفرنسي ليل ومونبلييه، وطبعا ليل متصدر الدوري. الدوري كاس الامير محمد بن سلمان الاتحاد هيلاعب الباطن اتحاد احمد حجازي. في بعض المباريات تانية مش مهم قوي ان احنا نتكلم عنها. الاهلي والزمالك في كرة اليد بينهم وبعض مباراة فاصلة لحسم بطل الدوري، الزمالك متصدر بفارق المواجهات المباشرة، فاضل مباراة بينهم هما الاثنين، لو الاهلي كسب يبقى بطل الدوري، لو الزمالك كسب يبقى هو بطل الدوري لان عدد النقط 1. وطبعا زي ما قلت ان الشناوي بنسبة كبيرة هيلحق مباراة القمة، وتشيلسي وتوتنهام اسف تشيلسي وريال مدريد في نص نهائي دوري الابطال، وتشيلسي وتشيستر سيتي وباريس سان جيرمان، مواجهات مهمة جدا هنتكلم عنها ان شاء الله في وقتها، ولكن حبيت انوه ان ريال مدريد عمره ما كسب تشيلسي في مباراة رسمية، ومؤشرات بتشير ان تشيلسي دايما كعبه على ريال مدريد، ويا ترى المؤشرات دي هتكمل ولا ريال مدريد وزيدان هيعملوها ويكسبوا
ويصعدوا لنهائي البطولة 2021. دي كانت حلقة النهاردة، ومعلش لو رحيم بوظ الحلقة، ولكن رحيم بيقول لكم خشوا ادعموه على القناة بتاعته، وياريت لو أول مرة تزوروني ياريت تنزل تشترك في القناة وتفعل جرس الإعلام لكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيم من بعض.